مثالها مثال لاعب، اللاعب الرياضي أو اللاعب الفني في المجالات الأخرى. تمام، اللاعب الرياضي إذا هو لعب كورة خلاص انتهى الموضوع. تمام، من بداية احترافه للمجال إلى حفلة الاعتزال وهو يلعب كورة، لا يمكن أنك تجد قرار من فريق مثلا انك تاخذ اللاعب هذا وتحطه في مجال اخر بحجه انه هو عنده اللياقه البدنيه، او تاخذ لاعب سله وتحطه حارس كوره لانه ما شاء الله تبارك الله يعرف يمسك الكوره كويس. تمام، المنطق الصحيح هذا غير موجود في المجالات الأخرى اللي هي أكثر استقرارا من المجال التقني، وهذا الشيء يجعل الشخص اللي موجود في المجال التقني في تعلم وتغيير مستمر منهك مستنزف لا نهاية له، ولا ينال الرضا من الجماعة، من العميل أو من صاحب المؤسسة، والاثنان لا يستطيعون إدراك ما يمر به نهائيا. فهذا الشق الأول هو استقرار الخدمة. تمام، زي ما الآن في مصطلح طلع الآن هو الشركات الخدمية. تمام، الشركات الخدمية، الناس اللي بيشتغلوا في المجال الخدمي المفتوح شيء يعني يعتبر نوع من العذاب الذي لا يطاق. تمام، وهذا إذا قورن بالمجالات الأخرى فهو يتجاوز المجال الطبي، يتجاوز، لأنه التعليم و صقل المهارة اللي هو الشيء الأصعب. تمام، مستمر إلى ما لا نهاية.